اهل القران اهل الكرامات. صدقوني انا لولا ان انا عارفه ان في يعني فئه مش هتتفهم الكلام اللي انا هقوله او ممكن ياخدوه كاني كده، كان انا اعرف الناس والله العظيم لهم كرامات قدام عيني بشوفهم في 2022 اصحاب القران اهل الله وخاصه، وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. في مواصله افتح مصحفك، مش عارف شغل حاجه على ودانك. فاكرين لما حكيت لكم مره على موقف وكان في الميتروبوس وخناقه وعركه وبتاع، ما نجى الشاب اللي كان موجود الا وهو حاطط السماعات وبيقرا قران، وعملوا فتحوا لقوا القران سابوه. الفكره في الاول وفي الاخر انا فين من الكلام ده؟ الواحد بيتحسر على حاجه، وتعالوا ما احكيها لكم يوم القيامه. الناس كلها ان شاء الله يا رب اجعلنا منهم، اللي في يعني اللي تحت ظل عرش الرحمن، اللي خلاص اتفتحوا على باب الجنه وبيقرعوا باب الجنه مع النبي عليه الصلاه والسلام، والناس اللي يطلع من القبور على الجنان، والناس اللي لسه مستنين الحساب، والناس استغفر الله بيخطفهم النار خطف من بدون حساب، دول اللي حق عليهم العذاب. كل الكلام ده فين؟ خلينا نرجع للقران ونقول ان في ناس يوم القيامه في الامان التام. انا عايزه اقول لكم ان انا معهد صحبه تتعهد كتاب ربنا سبحانه وتعالى الا ربنا اكرمها دنيا واخره. احكي لكم على صحبه معايا من 1 2 3 4 5 احسبوا 5 24 سنه وبعدين سنه عقد سنتين عقد 26 سنه 26 سنه واكتر، قولي ولا 4 سنين جامعه. يا نهار ابيض، انا عجوزه جدا. الصحبه دي اللهم بارك اللهم بارك، دولك كانوا تجمعنا اصلا على القران. شفتهم لسه في رؤيه قريب، اديني ببشرهم للي معايا واللي في اسطنبول واللي بره اسطنبول، شفتهم في رؤيه قريب. طب مش هقدر اقول عشان في ناس في مصر، مش هينفع اقول الاسماء. شفتهم في رؤيه قريب ان احنا في بيت كل دور في مجموعه، فالمجموعه اللي تحت كان فيها اخت من اخواتي هنا معايا بتقول لي لا 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 يا اخت هاله، انت في المجموعه اللي في الدور الثاني، احنا بتاعه صلاه الفجر. قلت لهم قالوا لي احنا اللي بتوع بعد صلاه الفجر. وصحيت وكنا فرحانين بقى، وهدايا وهس وحاجه جميله كده يعني، النبي مش عارف الصلاه والسلام بعت لنا هدايا، وكانت رؤيه حلوه صراحه. انا عامل تعب شفت الرؤيه دي. المجموعه دي الى وقتنا هذا منهم سته ختموا على سنه 5 طب، كان المفروض يختموا على 6 طب، ختموا على 5 طب. والسته دولت موجودين، وفي جزء منهم معايا هنا في اسطنبول. انا عايزه اقول ان اصحاب القران واللي دايما حاله مع الايات والتفسير وكذا، انا والله لا انسى ابدا يعني ايات سوره الايه، سوره المائده. ما احنا اول ما كنت بحفظ لوحدي لحد الانفال، وبعدين لقيت مجموعه داخله في المائده فدخلت معاهم، فكان الشيخ بيسمينا يا اصحاب المائده، احنا نيجي عشان نسمع. كنت دايما تشوفوا فاكره وفاكره التفسير بتاع الجلالين للسيوطي مزالا باسباب النزول للنيسابوري. شوف انا فاكره الكتاب الاحمر ده او لونه نبيتي كده، وفاكره الايه وتفسيرها تحت وسبب نزولها. الحاجات دي ما بتتنساش والله يا جماعه، والله ما وضع القران في بيت الا وبركه ربنا سبحانه وتعالى، بركه البيت وبركه القران وبركه قراءه القران. اللي دايما حاطط، فاكرين زمان بقى زمان، عشان كده احنا بنزعل قوي قوي لما بنسمع اذاعه القران الكريم وبتبقى شغاله وعارفين الساعه 11 ايه، وبعدين التواشيح جايه الساعه كام، وبعدين الابتهالات النقشبندي الساعه كام، وبعدين ده مين القارئ ده زاهر اللي هيقرا دلوقتي، والحفلات بتاعه القران.